أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المستمرة معكم عبر شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها للحديث عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. أيضا نتابع معكم لاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إشادات دولية ومحلية كبيرة، فقد وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في رسالة عبر الفيديو الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية. أضافت ميلوني أن هذه الخطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن الباحث باتريك زاكي سيعود إلى إيطاليا بعد حصوله على العفو الرئاسي في مصر. هذا وثمنت الخارجية الإيطالية القرار المصري بالعفو عن الباحث المصري، وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن الإفراج عن الباحث له نتائج ملموسة من خلال العمل والمصداقية الدولية. بدوره أكد وزير الدفاع الإيطالي أكد أن العفو الذي منحه الرئيس المصري للباحث هو نتيجة عمل وعلاقات جدية ومراعاة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين واحترام المؤسسات. أيضا ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، وتقدم المجلس في بيان له بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا ودائما الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل. وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر رئيس الجمهورية في إصدار مزيد من القرارات المماثلة والتي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وراسخة. هذا وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زاكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو سياسية. وقالت التنسيقية في بيان لها أن صدور القرار الرئاسي يعد رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية. ومشاهدينا نتابع معكم المزيد من المتابعة والنقاش، وبينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. برحب بك دكتور هشام معنا في هذه التغطية عبر شاشة إكسترا نيوز، ونبدأ بردود الفعل الخارجية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من صدرت ضدهم أحكام أو في حقهم أحكام قضائية، ومنهم الباحث باتريك زاكي وأيضا المحامي محمد الباقر. تحياتي لحضرتك، ويمكن قرار العفو اللي صدر من السيد الرئيس
بعد عمل لجنة العفو الرئاسي، وجاي في إطار سلسلة من دفعات العفو الرئاسي كما وعد السيد الرئيس بأن الحوار مفتوح مع الجميع، وأن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مع الدعوة للحوار الوطني هي معها نوايا صادقة وأفعال جازمة في المضي نحو خلق مساحات مشتركة وفتح آفاق جديدة للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية. يمكن هذا العفو اللي حصل امبارح كان تضمن منحة جديد من موجات العفو الرئاسي اللي شملت قبل كده المحبوسين على ذمة قضايا أو الغارمين. النهاردة بنتكلم على من صدرت لهم أحكام قضائية ضدهم، وبالتالي فإننا أمام منحة جديد، وأن السيد الرئيس استخدم ما كفله له الدستور والقانون بقوة القانون سلطة العفو عن من صدرت ضدهم أحكام قضائية. وبالتالي احنا قدام زي ما بنقول افاق جديده لفتح عمل مشترك وخلق مساحات مشتركه. ويمكن كمان اثر هذا العفو ان هو جاي نتيجه لدعوه من مجلس امناء الحوار الوطني ليؤكد ان هناك دفعه جديده وثقه جديده لمزيدا من الحوار ومزيدا من الثقه في مجلس امناء الحوار اللي بيتابع عن كثب الراي العام واراء ومختلف اراء القوى السياسيه. وزي ما بنقول ان العفو الرئاسي جاي يمكن بدفعات كثيره، وصل الى ما يقرب من 1400 معفو عنه وبمختلف في مختلف الاتجاهات السياسيه ومختلف النواحي، سواء كان حبس احتياطي او سواء كان على ذمة قضايا او غارمين، كلها تؤكد صدق النوايا، كلها تؤكد اننا نمضي نحو جمهورية جديدة بافاق جديدة بمساحة اكبر زي ما بنقول نقبل الرأي ورأي الاخر، وان الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. هنا ايضا نتحدث عن دلالة التوقيت ما بين الحكم الذي صدر في حق الباحث باتريك زكي، ومن ثم الدعوة من الحوار الوطني للعفو، وبعدها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدعوة من الحوار الوطني. كيف وجدت يعني التوقيت ما بين الدعوة والاستجابة؟ احنا خلينا نتفق انه الباحث او الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد باقر هما كان زي ما بنقول تم صدور احكام قضائيه ضدهم قريبه، وهم يمكن تم توقيفهم ودخولهم في دائره الاتهام بناء على القانون واحكام قضائيه صادره، وبالتالي احنا امام احكام قضاء لا نعقب عليها. ولكن كانت في قضايا شديده الحساسيه، وهي منها كان باتريك زكي كان حقوقي بيدعو الى الاستنفار ضد ما زعمه في وجود ان هناك تمييز ضد الاقباط، قضيه في غايه الحساسيه. والمحامي محمد باقر هو المحامي الناشط علاء عبد الفتاح، وبالتالي احنا قدام مساحه كبيره من التسامح، مساحه كبيره من العفو، مساحه كبيره من خلق مساحات مشتركه مع كافه القوى السياسيه، حتى وان كانت هناك دعاوى زي ما بنقول يعني شديده الخطوره على المجتمع المصري، والقضاء خد رايه فيها ولا تعقيب لها على احكام القضاء. ولكن الرئيس اراد ان يوجه رساله حقيقيه بان لجنه العفو الرئاسي التي تعمل من خلال منظورين، المنظور الاول ان المحظورين اللي موجودين الانضمام لجماعه الارهابيه او الاشتراك في عنف ضد الشعب المصري هم المحظورين الوحيدين اللي موجودين، اما ما بقي ذلك فهناك مساحات كبيره من التفاهم، مساحات كبيره من الاستيعاب، مساحات كبيره من خلق مساحات حوار. ودي رساله مش بس للداخل وطمأنت كل الاحزاب والقوى السياسيه، ولكن رساله ايضا للخارج لكل المتشدقين بان المسائل الحقوقيه في مصر عليها تعقيبات كثيره، وده ما حاول بعض البرلمانيين الاوروبيين اثارته، ولكن الردود العمليه من العفو الرئاسي يؤكد عكس ذلك تماما. وان وهنا الحقيقه نتكلم عن ردود الفعل الدوليه وتاثير مثل هذه القرارات في الدوائر الخارجيه، ونحن تابعنا في بدايه هذه التغطيه تقدير رئيسه الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني لهذا القرار. احنا خلينا نتفق ان احنا بنشتغل مش جزء من او قرار منفرد، ولكن هو في اطار الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقها السيد الرئيس 2021، وبالتالي لم يكن هذا جديد لانه ده جزء من موضوع كبير اطلقته الدوله المصريه وماضيه على تنفيذه، سواء كان من ناحيه الاحكام القضائيه اللي بيصدر ضدها عفو
في قضايا غائية، أو إن إحنا بنتكلم في الحبس الاحتياطي اللي ماضيين في إن هو يتم إلغائه وده ما طلبت به القوى السياسية، أو تحسين أحوال السجون ومتابعتها والترحيب بكل المنظمات الحقوقية وكل في على أرض مصر، ومشاهدة وزيارة كل الأماكن المحتجزين. وبالتالي إحنا أمام منظومة متكاملة، والأهم من ذلك هو ما هو مكفول أو ما هو مطلوب من لجنة العفو السياسي، وليس عفو فقط ولكن دمج، والدمج هذه قضية كبيرة جدا وعمل كبير في أن لجنة العفو الرئاسي لا يعنيها فقط أو ليست معنية فقط بموضوع العفو، ولكن أيضا بدمج العناصر التي يتم العفو عنها في المجتمع المصري لفتح آفاق حوار كبيرة حتى من أضير. سواء برأيك دكتور هشام كيف يتم هذا الدمج؟ الدمج هو موضوع على فكرة الناس بتتخيل أنه موضوع بسيط، لكن هو موضوع في منتهى الحساسية، لأنه إذا كان هذا الشخص المعفو عنه بيعمل من خلال دوائر حكومية أو وظائف حكومية فلا بد من التنسيق مع الوزارات المعنية، أما إذا كان قطاع خاص فلا بد من التنسيق مع القوى المدنية والمجتمع لتوفير فرص عمل أكبر أو فرص عمل جديدة لتعويض هذا العنصر اللي تم العفو عنه ودمجه في المجتمع. وإذا كان عنصر سياسي ونشط سياسي لابد من الرأي ورأي الآخر والمجادلة بالفكر والحوار للوصول إلى الاندماج لحالة الحوار الوطني والمساحات المشتركة التي تجمع ما بين المصريين جميعا. يعني إذا تحدثنا أيضا عما صدر عن الحوار الوطني بعد هذا القرار، الحوار الوطني يستبشر فيما هو قادم أنه هيكون في قرارات أكثر في نفس هذا الاتجاه. لجنة العفو الرئاسي وعدت وكما وعد السيد الرئيس بأنها تعمل على مدار الساعة لحين خروج آخر دفعة وآخر محبوس أو محتجز على ذمة قضية أو قضية رأي أو قضية أو قضية حتى قضائية، أنها تعمل على مدار الساعة وأنها لن تنتهي من عملها إلا بعد خروج آخر سجين من أو محتجز. نعم دكتور هشام، يعني من موقعك كرئيس حزب المستقلين الجدد، نحن تابعنا ردود فعل واسعة منذ الأمس منذ صدور هذا القرار من أحزاب سياسية كثيرة. برأيك ما هو الدور الذي من المفترض أن تلعبه الأحزاب السياسية في مثل هذه الأجواء، ويعني كما تابعنا هذه الدعوة من الحوار الوطني والاستجابة السريعة؟ الأحزاب عليها دور كبير جدا لأن هي حلقة الوصل ما بين الدولة والشعب، وبالتالي هي عليها دور كبير جدا في توصيل المعلومات وتوضيح الصورة التي قد يحاول البعض عمل زي ما بنقول شبورة أو ضباب على المشهد السياسي والتعتيم على ما تقوم به الدولة كأنها ماضية في خلق حوار جديد نحو جمهورية جديدة. وبالتالي الأحزاب عليها عبء كبير جدا أنها من خلال كوادرها من خلال مكاتبها من خلال أماناتها في المنتشرة في ربوع سواء كان في المحافظات أو في القرى أو في النجوع توضيح وإيصال صورة حقيقية عما تقوم به الدولة، صورة حقيقية عن الأفعال التي تقوم بها الدولة، عن الوعود التي وعد بها السيد الرئيس وماضية في التنفيذ وهو الكل يشهد بها. وبالتالي الأحزاب لها دور كبير جدا، ليس دور النخبة التي تجلس في المقاعد المؤتمرات وكذا، ولكن عليها أن تنزل إلى الشارع من خلال كوادرها وتصل الصورة الحقيقية من خلال زي ما بنقول الوسائل الإلكترونية الحديثة أو من خلال الميديا أو من خلال الإعلام أو من خلال الكوادر المنتشرة على في أنحاء العالم. ويجب أن تكون هناك رؤية للأحزاب جميعا في أن تتفق أن مصلحة الوطن هي الأعلى وليست مصالح ضيقة أو مصالح أو رؤية حزبية ضيقة، لأن زي ما بنقول الوطن باقي والمصلحة الأكبر الحفاظ على وحدة هذا الوطن. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. إذن لازلنا مع حضراتكم في هذه المتابعة، وينضم إلينا أيضا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. أهلا وسهلا بك معنا. يعني تحدثنا بالأمس بالتأكيد عن ردود الفعل الأولية حول هذا القرار بالعفو عن بعض المحكوم في حقهم بأحكام قضائية. سيادة المستشار، الآن ونحن نتابع ردود الفعل الخارجية ربما تحدثنا عن البيان الذي صدر عن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، كيف وجدت ردود الفعل هذه؟
هو حقيقة الأمر إن ردود فعل السيد الرئيس الفورية على مطالب التوافقية التي تمت من خلال المنصة الحوارية للوطن ده بيدل دلالة قطعة أن السيد الرئيس يعيش يعني بوجداني مع أبناء الشعب المصري ومع مطالبهم ومع ما يتوافقون عليه من شأن بشأن المصلحة العامة وبشأن حقوق الإنسان ومعاييرها التي طلب بها في يعني السيد الرئيس من خلال يعني حقوق إنسان حقيقية لم تنحصر في حرية الرأي فقط بل في جميع حقوق الإنسان المأكل والمشرب والملبس من خلال استراتيجية وطنية أرسى قواعدها وأصبحت مصر ماضية في تحقيق معاييرها وأهدافها ويمكن الحوار الوطني والقرار الإفراج الذي صدر من السيد الرئيس تبقى لسلطاته الدستورية عن بعض المحبوسين أو صادر بشأنهم أحكام نهائية ده بيدل دلالة قطعة أن مصر أكثر من بلدان غربية كثيرة تطبق معايير حقوق الإنسان تبقى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما بخصوص ردود فعل العالم الخارجي فردود فعل العالم الخارجي يعني أنا بعتبرها يعني ليست مؤثرة بالنسبة لنا في مصر لأن هم دائما يكيلوا بالمكيالين ودائما يستهدفوا الدولة المصرية من خلال مزاعم غير موجودة داخل الدولة المصرية وأنا دائما رد عليهم من خلال حتى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعلى رأسهم منظمة Human Rights Watch وخلافها من المنظمة وغيرها من المنظمات ولكن نحن بصدد الدولة المصرية وما يدور فيها من تطبيق لأعلى معايير حقوق الإنسان فاقت كثيرا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها وشهدنا ذلك في الآونة الأخيرة. طيب إذا تحدثنا عن تأثير مثل هذه القرارات في الدوائر السياسية والحياة السياسية هنا في مصر ما التأثير الذي يجب أن يكون في هذه الدوائر والانفتاح في الحياة السياسية؟ طبعا مثل هذه القرارات تلاقي ترحيب كبير من أبناء الشعب المصري ومن أعضاء الأحزاب السياسية المنتشرة في جميع ربوع مصر من خلال وحداتها الحزبية في القرى والنجوع والمراكز والمدن والمحافظات وخلافه ولأن الأحزاب السياسية هي البوتقة التي ينصهر فيها مطالب الجماهير وإحنا هذا النبض بنحسه بسرعة كرؤساء أحزاب سياسية بالفعل الشعب المصري بيرحب بقرارات السيد الرئيس وبالفعل الشعب المصري بيعيش حالة كبيرة ومن الحرية والديمقراطية في هذه الآونة وبرضو يعني لو تفرعنا إلى بعض الأمور الأخرى بنجد أن بعض الأحزاب السياسية بتجهز من تدفع به للانتخابات الرئاسية هذا حراك سياسي وديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل على جميع المناحي يعني من وجهة نظري الشخصية كرئيس حزب سياسي إذن يتضح جليا أن الدولة المصرية ماضية في سبيل تحقيق أهدافها وإرساء قواعد الديمقراطية وإرساء قواعد ومعايير العالمية التي يتطلبها المجلس القومي لحقوق الإنسان والموقع عليها من مصر وجميع بلدان العالم. نعم. إذن بعد هذا القرار كما قال يعني الحوار الوطني في بيانه بعد صدور هذا القرار هل نتوقع المزيد من هذه القرارات خلال الفترة المقبلة خاصة المحكوم في حقهم في قضايا سياسية؟ احنا طبعا يعني كرؤساء أحزاب سياسية وأنا كرئيس سياسي بتفق تماما مع مجلس أمناء الحوار الوطني لأن احنا بنتطلع إلى مزيد من هذه القرارات
ولكي لا يكون داخل الأسوار السجون أي مسجون نتيجة حرية الرأي، شريطة ألا يكون يده قد تلطخت بالدماء تجاه أبناء الشعب المصري، وده احنا متفقين عليه جميعا في داخل الحوار الوطني من خلال حتى المنصات الثلاثة والمحاور الثلاثة الرئيسية، المجتمعي والاقتصادي والسياسي، وما تفرع عنها عن قضايا فرعية 113 قضية فرعية، متوافقين على ذلك من هذه الأمور التي تم التوافق عليها في المحور السياسي. نعم، إذا تحدثنا عن ما بعد العفو، تحدث كثيرون عن الدمج، دمج من يتم العفو عنهم في مختلف المجالات، دمجهم في الحياة السياسية، في الحياة العامة، كيف ترى هذه النقطة تحديدا؟ هو موضوع الدمج ده حصل مع المفرج عنهم في الدفعات السابقة، وده بيدل دلالة قطعة أن هناك اتجاه إلى عدم عزلة هؤلاء في بعيدا عن المجتمع المصري، وتفاعلهم مع المجتمع من خلال الدمج في كافة مؤسسات الدولة، من خلال الأحزاب السياسية، ومن خلال منظمات المجتمع المدني، ومن خلال الجامعات، ومن خلال كافة مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو أهلية. وبرضو اللي أفرج عنهم السابقين واللتين اللي تم دمجهم هم يعني بيعيشوا الآن حياة طبيعية جدا مع بقية الشعب المصري، ولا نستطيع أن نفرق بينه وبين آخرين، لأن الدمج ده بيعتبر يعني علاج، وبيعتبر يعني مطلوب في هذه الأونة، لأن العزلة بتعقد الأمور. فمن خلال بعضهم الذي تم الإفراج عنه من قبل وتقابلنا معه وتحدثنا معه، وجدناه قد يعني وجه الشكر في القيادة السياسية، ووجدناه قد اندمج في وتفاعل مع جميع مؤسسات الدولة، مع جميع أبناء الشعب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ونتابع معكم أيضا، رحب حزب حماة الوطن بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر. وقال الحزب في بيان له إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، وتعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجاته وما سبقها من قرارات رئاسية مماثلة بالعفو عن عدد من المحبوسين، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية لاحتواء كل أطياف الشعب المصري، لا سيما في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ومشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية تطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامي مع شركة CMA الفرنسية CGM العالمية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد. لازلنا معكم مشاهدين في هذه المتابعة حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم في حقهم بأحكام قضائية، وبينضم إلينا في هذا الإطار الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني في البداية نتحدث عن ردود الفعل الخارجية، وهذا ما نركز عليه في هذه التغطية، وما قالته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ويعني تقديرها لهذا القرار. هو الرئيس السيسي يوم يلو الآخر بيثبت بجدارة القيادة الحكيمة والحكمة والعقل والرصانة والقرار السليم في الوقت السليم، والرئيس السيسي بيعظم ويرسخ بقراراته الجادة أواصر الحريات والديمقراطية وإعادة المواطن وإصلاحه ليكون عنصر مشارك في بناء الوطن لمواجهة كافة التحديات المقبلة. الرئيس السيسي ادى رسالة للعالم كله، وليست لرئيسة وزراء إيطاليا فقط اللي أشادت بالقرار وأكدت أن قرار الرئيس السيسي قرار حكيم لأبعاد توطد وتعظم أواصر العلاقات ما بين دولتي مصر وإيطاليا، وإن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الحريات بمفهومها الشامل دون إقصاء لفرد أو لأشخاص بعينهم، لكن الرئيس السيسي يبرهن ويدلل بين الحين والآخر بأن الأساس في المعادلة هو أن يكون المواطن مؤمن برسالته داخل المجتمع، وأن يكون هادفا وفعالا ومشاركا ومنتجا في كافة التحديات اللي بتواجه الوطن، خاصة ان احنا في مرحلة مهمة جدا من تاريخ مصر وفي ظروف متعددة ومتغيرة سواء على المستوى الدولي وهي في الناحية الاقتصادية او على المستوى الداخلي من تحديات التنمية المستدامة والتنمية المتعددة التي يستهدف الوطن الوصول إليها للخروج بالدولة إلى 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 نقطة تعظيم الاقتصاد ونقطة التحول الاقتصادي إلى المزيد من التشييد والمزيد من البناء والمزيد من الإنتاج حتى نستطيع مواجهة كافة التحديات وعلى كافة الأصعدة سواء داخليا أو خارجيا. الوطن يحتاج الجميع، لكن كل من يسعى إلى بناء الوطن وكل من يهدم الوطن أو يحاول هدم استقرار أو يطلق الشائعات أو يحاول بث فتيل الشائعات والفوضى هذا ليس له عندنا إلا الرفض عموما. لكن الرئيس السيسي بقراراته الحكيمة والإفراج الدائم على المساجين في الصدر ضدهم أحكام متعددة في قضايا متنوعة هو يبرهن ويؤكد بأنه
حريص كل الحرص على إعادة المواطن إلى صورته الطبيعية ليكون عنصر مشارك إيجابي في تحديات بناء الوطن ومواجهة كافة التحديات والانصهار في بوتقة الوطن، حتى يكون الجميع على نغمة واحدة وفي تناغم واحد، وهو الصالح العام للوطن وإعلاء شأنه سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا. وبصراحة الجهود دي اللي بيبذلها الرئيس السيسي استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بيؤكد الرئيس بأنه بيسمع للرأي وأنه بيستجيب لكل كل ما يهدف إلى. طيب أستاذ طارق، يعني في هذه النقطة تحديدا في هذه النقطة تحديدا فيما يخص فتح المجال العام، إلى أي مدى ترى أن هناك خطوات فعلية وحقيقية لفتح المجال العام وأن يكون في حراك سياسي خلال هذه القرارات وهذه الخطوات اللي بنراها؟ هو صراحة القرارات اللي بيصدرها الرئيس دايما يعني هادفة وبناءة، وما بيصدرش قرارات يعني غير مدروسة. لا، الرئيس عنده قرارات جادة ومستفيدة الدراسة وقوية ولها بعد نظر ولها رؤية ولها أبعاد وتحديات بعيدة المدى، وهي الإعلاء الصالح العام للوطن وكيفية مواجهة التحديات وكيفية مواجهة الأزمات بالحكمة والبلاغة والدراسة العلمية المستفيدة التي لا تكون بعيدة عن المسار الطبيعي ولا تكون بعيدة عن الوضع الطبيعي لممارسات الحريات وإطلاق المزيد من المساحات الشاسعة جدا للأحزاب السياسية لنهضة برامجها وتفعيلها وتنفيذها والمشاركة البناءة من الناحية السياسية. كذلك حرص الرئيس السيسي على تطبيق مواد الدستور، لما قال أن الدستور هو الأساس وأنه لا هناك خطوط حمراء فوق المعاني الدستورية، بمعنى أن الرئيس السيسي هو أحرص الأشخاص في مصر وهو قائد الدولة ورئيسها على الحريات وعلى ممارسة الديمقراطية وكيفية النهوض بالعملية السياسية وتنشيطها وتحريكها في مسارها الصحيح بما يخدم الصالح العام والمشاركة الفعالة، حيث يحرص الرئيس كل الحرص على مشاركة الأفراد في العملية السياسية قبل الكيانات السياسية. والرئيس السيسي طلب وقال في بثه وخبر اللي كان بخصوص إطلاق الحوار الوطني، قال كل القرارات أنا أوافق عليها إذا كانت هي تحت مظلة الدستور، وإذا كان هناك أي قرارات أو أي موضوعات تتعلق بأي آراء أخرى سيتم إحالتها إلى البرلمان لدراستها وكيفية الخروج بقوانين جديدة أو قرارات تساهم في المشاركة السياسية الجادة أو أي قرارات تسمح بإطلاق صيحات الحريات وتوطيد أواصر الديمقراطية بمفهومها الراسخ ومعناها الضمني الموضوعي الذي يستهدف مشاركة الأفراد ومشاركة الكيانات السياسية في العملية السياسية. وعلى الجميع أن يبادر إلى هذه النظرية وأن يسعى خلف الرئيس السيسي لممارسة هذه الحقوق القانونية، عدا وأقول عدا مرارا وتكرارا إلا من يحاول زعزعة استقرار الوطن، إلا من رفع السلاح في مواجهة الوطن، إلا من استخدم الدم كلغة حوار مع المجتمع. هذه الكيانات نرفض كل الرفض عودتها مرة أخرى إلى المشهد السياسي، أما ما دون ذلك للأفراد والكيانات السياسية فالجميع وطنيين، الجميع محبين للوطن، وقد أثبتت التجربة والعملية الفعلية الموضوعية بأن الشعب المصري شعب أصيل، شعب قوي، شعب لديه رؤية ولديه تحديات، تحدى الأزمات الاقتصادية، تحدى
محاولة التدخلات الخارجية تحدى الإرهاب خلفا للدولة المصرية ومع الجيش ومع الشرطة ومع القضاء. الشعب المصري يدرك حقيقة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي، هذا البطل الذي حمل كفنه على يده في مرحلة خطيرة من عمر مصر، في مرحلة من المراحل في أعقاب السنة السوداء لجماعة الإخوان الإرهابية، ودفع بالوطن إلى منطقة الأمان. نعم. وإلى منطقة الطمأنينة وإلى منطقة الإنتاج وإلى منطقة التنمية، وما تحقق في مصر لم يحققه رئيس آخر في أي دولة في العالم في مثل هذه الظروف الحالكة الاقتصادية الصعبة. الرئيس السيسي بطل بكل المعايير وبكل القوة وبكل الجدارة والاستحقاق والكفاءة، لأنه في الفترة الصعبة والظروف الصعبة استطاع أن يواجه هذه التحديات، واستطاع أيضا أن يحقق تنمية مستدامة متمثلة في المدن الجديدة ومشروعات العملاقة للطرق والكباري والاستكشافات البترولية والطاقة الكهربائية وتحديد ترسيم الحدود مع دول مجاورة. استطاع أن يستفيد بهذه استفادات كبيرة جدا لصالح الوطن، ولولا هذه السياسة الحكيمة البالغة التي انتهجها الرئيس السيسي للخروج بالوطن وبه إلى منطقة الأمان ما تحقق ذلك إلا بحكمة وقيادة. طيب. يعني لو رجعنا مرة تانية أستاذ طارق، لو رجعنا مرة تانية لفتح المجال العام، ويعني كما يرى كثيرون أنه هذه الخطوة بتعد يعني بتعبر عن اعتزام الدولة لفتح المجال العام خلال الفترة المقبلة، وهنا نتكلم عن الدور اللي هتقوموا بيه، وهنا بنتكلم عن الأحزاب، إيه الدور اللي المفروض تقوم بيه الأحزاب خلال الفترة اللي جاية في ظل هذه الخطوات؟ الأحزاب عليها أنها تدرك أن العملية في مصر تحتاج الجميع، وأن لابد من توحيد الرؤى وتوحيد الأهداف من أجل رسم خريطة سياسية يقف فيها الأحزاب جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية دون خلاف، إعمالا لمبدأ السيادة الدستورية لنص المادة الخامسة من الدستور أن الأحزاب السياسية جزء من النظام بتاع الدولة، ولابد أن هي تتحمل مسؤوليتها وتشارك بفاعلية وبقدراتها وبطاقتها وببرامجها في التدخل لحل كافة الأزمات، ومشاركة الرئيس والوقوف جنبا إلى جنب ولا جواره وخلفه في هذه التحديات الصعبة التي يتطلب للجميع أن يتنزع عن المطالب الخاصة وأن يعلي من الصالح العام ومن شأن الوطن، وأن يشارك بفكرة وبأفكار جادة وبناءة وهادفة تستوعب فكرة الوطن الواحد المتماسك القوي الذي يستطيع أن يواجه كافة التحديات وفي كافة المسارات، لأننا في مرحلة صعبة جدا 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 تستدعي جمع القوى وتوحيد الأهداف ورسم خريطة سياسية الهدف منها هو إعلاء شأن الدولة المصرية والوقوف على نقاط الضعف ونقاط القوة ومحاولة الدفع في اتجاه المزيد من المشاركة السياسية. نعم. الفعالة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أيضا بنتابع مع حضراتكم المزيد من التفاصيل بالتأكيد، وبنتابع مع حضراتكم ردود الأفعال، حيث أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار رئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الباحث الحقوقي باتريك زكي ومحمد الباقر وآخرين، والذي استجاب فيه الرئيس لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، لافتا إلى أن قرار الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة كل قضايا 113. وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس سيكون له تأثير إيجابي ويدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد اطلاعه على مواقف الأحزاب المختلفة واحترام مواقفها وآرائها السياسية.
هذا كما أكد حزب المصريين الأحرار أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت. وقال الحزب إن هذا ليس أمرا جديدا على الرئيس السيسي، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام جاء من منطلق حرصه على مصيرهم وحال ذويهم. وأشار الحزب إلى أنه على يقين أن الرئيس كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر، سواء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوى السياسية أو لم تأتي، لأنه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع. ونتابع مع حضراتكم أيضا، بينضم إلينا هاتفيا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك يا أستاذ هشام، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. لازلنا نتابع بالتأكيد ردود الفعل حول قرار رئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض الصادرة بحقهم أحكام قضائية. كيف تابعت ردود الفعل الخارجية هذه المرة؟ طبعا ردود الفعل الخارجية المرة دي طبعا فيها إشادات بقرارات العفو اللي فخامة الرئيس أصدرها على المحكومين بهم بأحكام بالسجن لأسباب مختلفة. لكن الحقيقة برضو أنا يعني إحنا سعداء بهذه الإشادة وسعداء بالإشادات العالمية، لكن أنا برضو كحزب سياسي برضو يعني ليبرالي ليه تساؤل كده، يعني هو طب هو فخامة الرئيس مش أول مرة يتم الإفراج عن بالعفو عن بعض السجناء الموجودين، ومنهم بيبقوا الحقوقيين او كمان فيهم بعد اجتماعي زي الغريمات وغيره. احنا بنشاهد الغرب فقط او يعني بعض الدول بتشيد بهذا حين يكون هناك لها مثلا فرد من الافراد او ينتمي بطريقه او باخرى الى الدول. احنا بنشكرهم طبعا على ده، بس احنا برضو بنحب يبقى ده بعد، يبقوا عارفين ان الدوله المصريه بتطبق حقوق الإنسان طبقا للاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان اللي موجودة، وأنه هناك معايير قانونية موجودة، وأنه لما بيتاح لفخامة الرئيس من خلال صلاحياته الدستورية أنه يتخذ قرار بالعفو عن بعض من المحكوم عليهم لأسباب إنسانية لأسباب أخرى بيتم العفو عليهم مباشره. طبعا ده شيء يسلك صدورنا، بس يا ريت ان ما يبقاش فيه بعد كده ان احنا نسمع من يشيد بهذه القرارات انه يجي بعد فتره يقول اين حقوق الانسان في مصر. ما دام اشادوا بيها يبقى لازم عارفين ان مصر هناك حقوق انسان وتطبق طبقا للمفاهيم والمبادئ المصريه والقانون المصري والدستور المصري. نعم، وهنا أيضا نتحدث عن المطالبات بأسماء بعينها، أنه هذه المرة الباحث باتريك زكي كان في مطالبات كثيرة بعد ما صدر حكم حياله، وبعدها بالفعل كانت دعوة الحوار الوطني ومن ثم استجابة الرئيس السيسي. حضرتك يعني احنا زي ما كان مذكور في البيان بتاعنا ان احنا كنا يعني احنا كنا على يقين ان فخامة الرئيس سيتخذ هذه القرارات سواء اذا تم المناشدة من القوى الوطنية والحوار الوطني بالافراج عنه او لم يتم. احنا كنا عارفين من ده، وهقول لحضرتك اولا اكثر من سبب. السبب الاولاني انه لانه طبعا عارفين البعد الانساني الموجود عند فخامة الرئيس، عشان كده كان الاساس في كلامنا امبارح انه في بعد انساني موجود في احنا عندنا زي ما بنطلق كده في البيان بتاعنا الرئيس الانسان. فدي الجزء الاولاني. الجزء الثاني لان احنا كنا موضوع باتريك باعتبار ان احنا زي ما حضرتك تعرف احنا حزب ليبرالي بنتابع برضو كل الاشياء، بس احنا ليبراليتنا مصريه منضبطه بكل القوانين المصريه واحترام للسياده المصريه على الوطن. بنتابع هذه المواضيع، وكان بطريقه او باخرى من خلال بتاعتنا احنا متواصلين مع اهلهم وزويهم، وكان في اتصالات، وكنا نعلم انه سيتم اخذ الافراج والعفو عنه لانه لم يكن ما كانش ينفع قبل كده. كان لازم في حكم صادر نهائي، والحكم صدر يوم 18 ثم تم القرار بالعفو بعد اصدار الحكم مباشره، وخصوصا لانه اخذ فتره في الحبس الاحتياطي.
فده اللي انا عايز اوضحه لحضرتك. ومهم بقى كمان في نقطه بقى انا بعتب فيها على بعض القوى السياسيه انها تسرعت في اتخاذ قرارات بان انا مش هحضر وانا هقاطع الحوار الوطني. طب ما انت نشدت كان عليك ان تنتظر، او يعني لك اخوه افاضل نجدوا، فلا داعي ان احنا ناخذ قرارات متسرعه، جميعا علينا ان احنا ان ننتظر لانه تم المناجده صحيح وزي، لكن المفروض انه قبل ما تطلع مناجده هو قال احنا مقاطعين احنا مش موجودين. الكلام ده يعني ما ينفعش، كان لازم يبقى عليهم انهم تأنوا، حتى كان لو تأنوا ساعات كانوا هيشوفوا انه فخامة الرئيس اتخذ القرار. نعم، هنا ايضا نتحدث عن تأثير هذا القرار في الدوائر السياسية بشكل عام. هل تشجع على زي ما حضرتك ذكرت فكرة المشاركة في الحوار الوطني لبعض من الأشخاص ربما كان عندهم تخوف أنه لن تكون هناك نتائج ملموسة، بعد هذه النتائج الملموسة هل تشجع البعض على ذلك؟ بس هقول لحضرتك، هي الموضوع حوار الوطني هي بالنسبة لنا بتختلف، اللي بيشارك من أي وجهة نظر. هل أنا بشارك في الحوار الوطني من أجل أن أضيف، من أجل أن أنا أخذ أضع أفكار وأراء مشكلات الوطن اللي أنا ابتدي أحلها، ولا أنا داخل الحوار الوطني فقط جزء سياسي، والجزء السياسي حتى أنا مقتصر على جزئية واحدة، حرية الرأي والتعبير، الإفراج عن المسؤولين، صحيح هذا موضوع مهم ويبقى موجود ضمن الحوار. هل أنا داخل الحوار من أجل أن أعطي أم من أجل أن أخذ؟ هنا يأتي أنا أشجع من يريد أن ينضم للحوار ويشارك بجدية ويستكمل هذا أن يكون بيشارك من منطلق العطاء، لأن الجمهورية الجديدة لابد فينا جميعا أن نعطي ونعطي، ثم أهم حاجة هناخدها أن احنا وطننا يبقى وطن يروح زي ما بيقولوا كده مصر القادرة على كل شيء، فلابد أن احنا جميعا أن نتعاون. لكن أنا أذهب للحوار الوطني من أجل أن أفرض بعض الشروط أو أن أنا أأخذ مكاسب ومصالح، هنا يبقى الحقيقة يعني مش مشاركة فعالة قوي وهتبقى مش مطلوبة في المرحلة دي. نعم. وعلى الجميع أن يعلم أن مصر القادمة، أن الجمهورية الجديدة يعني لو احنا بنحلل سياسيا ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، لأن احنا عندنا ميراث قديم جدا، هذا الميراث موجود بيثقل حمل الوطن في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة. فده ردي على سؤال حضرتك، هل أن احنا أشجع؟ طبعا أشجع، بس أشجع من يدخل الحوار الوطني للعطاء بأفكار بناءة تعتمد على النهاردة الظروف الإقليمية، الظروف الدولية، الظروف المحلية عندي في البلد. هل أنا أعترض من أجل أن أنا بعترض، ولا بعترض أنا عندي حلول علي أن أطلع أضع حلول وحلول قابلة للتطبيق؟ أنا ممكن أقول حتى حلول عظيمة، فده بس الحتة اللي ادتني تخوف زي ما بقول لحضرتك في التصرف بعض قليل من السياسيين أو الأحزاب السياسية اللي اتكلمت أو اتخذت قرارات بالتجميد وعدم من أجل كذا. ما أنت يا سيدي نشدت وما كملتش ساعتين ثلاثة وطالع بتقول لا أنا مش عارف. هنا ده شيء يعني أنا بتضايق منه، لأن احنا علينا أن احنا داخلين نعطي ولا نأخذ. طيب، إذا تحدثنا أيضا عن الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة وما تشهده من خطوات لفتح المجال السياسي بشكل عام، دور الأحزاب في هذه الفترة كيف سيكون؟ وهنا نتحدث عن الحياة السياسية والحراك السياسي. حضرتك لن يكون هناك في مصر حياة سياسية قوية بدون أن يكون هناك أحزاب سياسية قوية بمفهوم ثقافة حزبية سياسية موجودة عند الأحزاب وعند المواطنين. واللي أنا أقصده إن الثقافة الحزبية السياسية مفهوم ما هو الحزب. الحزب هو فكرة ومبادئ وأيديولوجيات، تتخذ أيديولوجيات ومبادئ في كل قطاعات ومناحي الحياة، الجزء السياسي والنظام السياسي المطلوب، الجزء الاجتماعي المطلوب، الجزء الاقتصادي المطلوب، أنت توجهك الاقتصادي إيه، توجهك الاجتماعي إيه، دي مهمة جدا. وعلى كل حزب أن يبرز أفكاره ثم ينضم إليه الأعضاء بناء على هذه الأفكار والأيديولوجيات، ومن هنا هنقدر نقول أن كده يبقى في فعلا انتماء حزبي حقيقي. الحزب هو فكرة ومبادئ وتوجه.
والحزب اللي هو يكون عنده الشخصيات والقامات الأفكار اللي هتعطي أفكار. فهنا بنقدر بنقول هتبتدي الحياة السياسية تكون فعلا حياة مثمرة. السياسة ليس فقط إن أنا أتكلم في السياسة، ولكن السياسة هي مسؤولية. مسؤولية إن أنا يكون يعني لازم يكون عندي سياسة اقتصادية، لازم يكون عندي سياسة تعليمية، لازم يكون عندي سياسة ثقافية، بالإضافة إلى السياسة المفهوم السياسة الحقيقي. لازم يكون عندي مدرسة كادر سياسي عشان الأحزاب تقوم بدورها الحقيقي في أن تكون مدرسة وأكاديمية لإخراج رجال سياسة ورجال دولة. ولكن أنا أقوم بدور سياسي لمجرد الشو الإعلامي، أو لمجرد إن أنا بدخل بيه البرلمان، أو لمجرد إن أنا مثلا بقوم بيه بعمل خدمي، عمل خدمي علي أن أتجه فورا إلى جمعيات أهلية وأمارس هذا العمل من الجمعيات. لابد من الفصل ما بين كل شيء وأخر عشان تكون أمور واضحة. لو إحنا كأحزاب حطينا على عاتقنا هذا وابتدينا نشتغل في هذا المجال، لأنه فتح المجال السياسي زي ما حضرتك بتقول أنه أصبح مفتوح على المجال السياسي. المجال السياسي النهارده ما فيش حد بيعترض حد، ندخل نتكلم، بس نتكلم بموضوعية. ما هو أنا عشان حضرتك لازم يكون عندنا برضو مفهوم حقيقي لكلمة حرية الرأي والتعبير. أن حرية الرأي والتعبير لها ضوابط، مش حرية الرأي والتعبير أن أطلع بأنتهك حرمة الآخرين، أو أن أنا أسيء إلى الآخرين وأقول دي حرية رأي. إحنا بيبقى في خلط بين حرية الرأي أن أعبر عن رأيي، حرية الاعتراض وعن أكون معترضا وحزب معترض. لابد زي ما قلت لحضرتك منذ قليل أعترض على الـ 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 الوضع الموجود وأنتقد بموضوعية ويكون عندي حلول. نعم، وضحت الفكرة. حلول علي أن أصدق. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أيضا ثمن حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة من رئيس السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية. وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرار العفو يأتي كرسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم، وتستمع فيه القيادة السياسية إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع. ويتوجه حزب الإصلاح والنهضة لرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على إفساح المجال دائما وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة. ومشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه التغطية الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا هشام عبد التواب، وإلى اللقاء.